بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت غزوة بني قريظة في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 3000 من المسلمين وحاصروهم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 36 فرسا، 36 من الخيل، و3000 من الرجال. واستمات اليهود في البداية في تحمل الحصار والمقاومة والمدافعة، ولكن قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الملائكة حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة من الرجال وتسبى النساء والذرية وتؤخذ الأموال والسلاح والآنية والأثاث والثياب، وتؤخذ الأرض منهم أيضا، لأنهم كانوا مجرمي حرب، نقضوا العهد والميثاق الذي أخذوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمكن الله منهم وله الحمد سبحانه، هو الفعال لما يريد، لا يمانع ولا يغالب سبحانه وتعالى، ومن يغالب الله يغلب. فأمكن الله عز وجل منهم وحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. وهنا طلب الأوس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بني قريظة واحدا منهم، كما حكم ابن سلول المنافق، وهذا كان من الخزرج، في بني قينقاع سابقا، طلبوا أن تكون المعاملة بالمثل. الأوس والخزرج في تنافس بين الأوس والخزرج في الخير إن شاء الله. الخزرج كان منه ابن سلول، ولكنه كان منافقا، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم أو وهب له بني قينقاع من اليهود، ولذلك فالأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بني قريظة واحدا منهم، فاختار النبي سعد بن معاذ، وأيضا يعني سمح لهم بالاختيار فاختارهم أيضا سعد بن معاذ، وجيء بسعد بن معاذ فحكم فيهم بنفس حكم الرسول الذي هو في الحقيقة حكم الله عز وجل من فوق 7 أرقعة، من فوق 7 سماوات. وأيد الحكم وبدأ التنفيذ
بدأ التنفيذ كتف الرجال وعزل النساء والصبية ثم نقلوا إلى المدينة وحبسوا، حبس الرجال في دار أسامة بن زيد وحبس النساء في دار رملة بنت الحارث، وخدت الأخديد في سوق المدينة، وكان الأخدود يكفي تقريبا لعشرة، حوالي عشرة تقريبا من اليهود يجاء بالعشرة فيوضعون في الحفرة في الأخدود وتضرب رقابهم. وكان الذي يتولى ضرب الرقاب في البداية علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه، أصحاب ساعد قوي وضرب قاتلة مميتة من أول مرة، وإلا الذي ينفذ حكم الإعدام عليه أن يكون، لابد أن يكون ماهرا ومتقنا حتى لا يعذب المحكوم عليه بالقتل، وإلا ممكن يضربه ضربة أو اثنين ما يموتش. أما علي بن أبي طالب فكان قوي الساعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان قوي الضربة، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب اختير لهذه المهمة. والزبير بن العوام أيضا كان قوي الساعد قوي الضربة رضي الله عنه وأرضاه، فرشح للقيام بهذه المهمة للصفات المؤهلة لذلك. وهنا طلب الأوس أن يعني توكل إليهم مهمة القتل، وفعلا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبعث بقية المحكوم عليهم بالقتل، فرقهم في دور الأوس وأكملوهم البقية. القتل كان يوم جمعة، قتل منهم عدد قبل الصلاة وقتل منهم عدد بعد الصلاة، وفرغ من قتلهم مع ظهور الشفق الأحمر، يعني المغرب أو بعد المغرب بقليل. ثم ردمت عليهم الأخاديد، ردمت عليهم هذه الحفر التي قتلوا فيها، وذكرنا عددا أو أسماء بعض المقتولين، منهم كعب بن أسد سيد بني قريظة، وحيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان قد دخل مع بني قريظة مواساة لهم واشتراكا معهم في المصير، فقد كان هو الذي ألبهم وشجعهم على نقض العهد والميثاق. ومنهم الزبير بن باطة الذي نذكر قصته هذه الليلة، الزبير بن باطة من بني قريظة، وكان قد من على زيد على ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بعاث. حرب بعاث كانت قبل الهجرة بسنة، قبل النبي ما يدخل المدينة بسنة، حرب بعاث كانت بين الأوس وبين الخزرج، بس الأوس كانوا أقل في العدد فكانوا يحالفون اليهود، فدخلت قبيلتين من قبائل اليهود مع الأوس، لما بني قريظة وبني النضير، والخزرج كانوا كثرة في العدد فتحالفوا مع بني قينقاع. المقصود قبل النبي ما يدخل المدينة حصلت حرب بين الأوس وبين الخزرج. الأوس لما دخلوا الحرب دخلت معهم بني قريظة وبني النضير في صفهم، ولما الخزرج دخلوا الحرب دخلت معهم بني قينقاع. المقصود ان الزبير بن باطة كان قد من على ثابت ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه، وقع ثابت في الأسر أصبح أسير، وانتقل إلى الزبير بن باطة بقى أسير عند الزبير بن باطة، فأعتقه جز ناصيته، حلق له شعره من قدام الناصية وأطلقه، من عليه وأطلق سراحه بعد ما كان أسير يعني عبد، هيبقى عبد،
فأطلق صراحة فأعتقه فرجع حر تاني. فقال أذكر هذه النعمة عندك، أنا جزء ناصيتك وسيبك بس افتكر لي النعمة دي، هذا المعروف عندك. وفعلا ومرت السنوات وها نحن أمام الزبير بن باطة محكوم عليه بالقتل. فهنا طلب ثابت بن قيس من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن الزبير بن باطة لو عندي يد خير، لو عندي يد خير معروف أو جميل نعمة سابقة، ها وقد جاء اليوم لأرد إليه يعني يده معروفه، فهب لي دمه. فقال هو لك. هنا المكافأة على المعروف، اللي بنتعلم اللي يعمل فيك معروف حتى وإن كان يهودي ترد له المعروف، حتى لو كان نصراني، لو واحد عمل فيك معروف وعمل معك جميلة زي ما نقولها كده باللفظ البلدي جميلة، أو أسدى إليك إحسانا أحسن إليك فرد إليه هذا الإحسان. هذا خلق الإسلام من أخلاق الإسلام والمسلمين، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقول للمسلمين من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أو في رواية فقولوا جزاك الله خيرا. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فلا بد من مكافأة صاحب المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد عندنا إلا وكافأناه بها، إلا أبا بكر له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما من أحد له عندنا يد إلا وكافأناه. أي حد كان له جميلة عند النبي يعني ردها له. النبي يقول إلا أبا بكر، إن أبو بكر من بداية الإسلام سخر ماله في سبيل الله، وسخر أسرته وأولاده، وسخر حتى العبيد اللي كانوا عنده كلهم في سبيل الله. تشوف في حادث الهجرة أبو بكر يعد راحلتين، الأول عرض بالمجان والنبي أبى إلا أن يدفع الثمن، ويهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بنته أسماء أن تأتيه بالسفرة، ويأمر ابنه عبد الله أن يأتيه بأخبار قريش وما يتكلمون به، ويأمر عامر عبد الله بن فهيرة، عامر بن فهيرة كان عبد عند أبو بكر راعي الغنم بتاعه، أنه هو يمشي وراء عبد الله حتى يعمي على أثار الأقدام، وبعد كده يستأجر عبد الله بن أريقط في طريق الهجرة هو وأولاده صبيان وبنات وماله، وبعدين لما هاجر وخد المال كله، والد أبو بكر بيقول لبنته أسماء ما أراه إلا قد فجعكم بنفسه وماله، سبكوا ما أراه إلا فجعكم في نفسه وماله، سبكوا ومشى وخد المال كمان رجل كي، وكان قد عمي. فأسماء كانت عاقلة حكيمة، قالت كلا يا أبتي لقد ترك لنا خيرا كثيرا، عايزة تهدي شيخ كبير. فراحت على المكان بتاع المال الخزنة يعني، وحطت طوب، ملأته بالطوب وكسته بالكساء بالثياب طوب وحطت فوق منه هدوم. فقالت كلا يا أبتي لقد ترك لنا خيرا كثيرا، ثم أخذت يده ووضعتها على الحجارة والأكسية، فقال لقد أحسن الصنع ما صنع كده كويس، يعني مشى بنفسه بس سبلكه مال كتير. وفي الحقيقة كان سيدنا أبو بكر خد المال كمان، تصدق بماله كله في سبيل الله مرتين كل ما يملك في سبيل الله، ما يقولش الأولاد وهيضيعوا الأولاد ويعملوا إيه الأولاد، كل ماله في سبيل الله عز وجل. شوف وهكذا يعني ما أريد أن أستفيض في هذه النقطة، إنما
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد عندنا يد إلا كفأك، لو عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. أبو بكر عيط ويبكي يقول يا رسول الله وهل أنا إلا حسنة من حسناتك؟ أنت يعني النبي له منه له فضل على كل واحد في الأمة. إن نعمة الإسلام اللي ربنا أكرمنا بها النبي كان سبب فيها عليه الصلاة والسلام. أي حد يموت على الإسلام فالنبي له في عنقه جميل ومعروف كبير جدا عليه الصلاة والسلام. أي حد يخش الجنة من المسلمين ده بفضل الله أولا وآخرا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب، عرفت، أذى من تواضعه عليه الصلاة والسلام وإظهارا لمكانة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. المقصود إن حتى ابن سلول المنافق كان له جميلة ما كانتش عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت على العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس لما هاجر في عام فتح مكة، لما هاجر العباس قابل النبي والمسلمين طالعين من المدينة متجهين لفتح مكة، كان في الطريق واحتاج إلى ثياب إلى ملابس، وكان رجلا طوالا سيدنا العباس رضي الله عنه، رجل طويل وعريض، واحتاج إلى كساء فلم يجدوا إلا قميص ابن سلول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وكان برضو طويل وعريض، فاستعاروا منه قميص يدوا للعباس. وبعدين مات عبد الله بن سلول في أعقاب غزوة تبوك، مات ابن سلول المنافق. فعبد الله ابنه بقى الصالح عبد الله ابن عبد الله، هو اسمه عبد الله وابو اسمه عبد الله، فطلب قميصا للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي قميص افطان النبي يكفل فيه ابوه، وابوه منافق، بس طلب قميص للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اعطاه قميصه، النبي اداله قميص ليه؟ بيرد الجميلة بتاعت القميص بتاعه لما ادى للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجميل، واحد منافق لو عندنا جميل نرد له جميله، واحد يهودي لو عندنا جميلة نرد له جميلته، واحد نصراني واحد مشرك واحد كافر، ده الخلق. فاحنا بنحتاج ان احنا نركز على الموضوع ده، هو مهم جدا. تعالى بقى يعني شوف يعني نرد جميل النبي ازاي عليه الصلاة والسلام، ما نقدرش. طب الصحابة اللي تعبوا وجاهدوا وكانوا سببا في وصول الإسلام إلينا، ده نرد لهم الجميلة بتاعتهم ازاي؟ نترد عليهم ونذكرهم بالثناء الحسن، لا نفعل كالشيعة غلاظ القلوب الجفاء ان هم يلعنوا الصحابة. ده جزاة الصحابة، هم جزاة الصحابة اللي كانوا سبب في وصول الإسلام إلى إيران وما وراء إيران وباكستان وأفغانستان والهند والصين وأفريقيا وأوروبا، لولا جهاد الصحابة وخرجوا في سبيل الله ربما لم نعرف الإسلام ولم ندخل في الإسلام. هو جزأتهم إن إحنا يعني نتنقصهم، فنترضى عليهم نترحم عليهم رضي الله عنهم وارضاه. طيب والدك والدتك لهم جميلة عليك، هم السبب في وجودك، هم السبب في وجودك، ازاي هترد الجميلة بتاعت والدك وازاي هترد الجميلة بتاعت والدتك؟ حتى وان قصر معاك له جميلة عليك، حتى وان اساء اليك ونفس السلام. يعني واحد بيسأله ان ازاي ارد للمعروف بتاع ابي، قال لن تعطيه حقه إلا أن تجده عبدا مملوكا فتشتريه وتعتقه، إنما غير كده مش هترد الجميل بتاع والدك أبدا. والصحابة كانوا فاهمين كده، لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويشوف واحد في الطواف وشايل أمه وبيطوف بيها وبيقول يعني أنا لها ركابها المذلل، إن أذعرت لا ركابها لم أذعر، إلى يعني بيقول أبيات كده. ويقول له عبد الله بن عمر ترى هل جازيتها؟
أنا جزيتها وأنا بطوف فيها جلا؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. الأم اتألمت كتير وهي بتولدك، وهي بتولدك ونظفتك وحمتك ووكلتك ورضعتك وصارت عليك وعالجتك وكبرتك بإذن الله، وبعد كده أنت تيجي تعقها وتشتمها وتضربها وتزعلها وتبيتها معيطة وبكية، هترد جميلها ازاي والدتك دي، وترد جميل والدك ازاي، وهكذا. اللي له جميل عندك رد جميله، اللي علمك في المدرسة ولا اللي علمك في المسجد ولا زوجتك لو وقفت جنبك ولا جيرانك عملوا معاك معروف جميلة احسان، الاخلاق الاخلاق بتاعت الاسلام كده. ده طب افرض واحد له جميلة عندك وانت لسه ما ردتهاش وراح جاي مزعلك، هو له جميلة عندك عمل فيك معروف واحسان، وقبل انت ما ترد له المعروف والاحسان راح جاي مزعلك شتمك ولا ضربك، تعمل ايه؟ تسكت؟ انت اسير، ده انت اسير لسه ما ردتلوش الجميلة بتاعته. لسه ما ردتلوش الجميلة بتاعته. المعلومة دي مهمة جدا، يعني الكفار كانوا عارفين المعلومة دي. شوف قبل سيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه، قبل ما يخش في الإسلام، عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود بعتته قريش يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن مسعود، فراح ده في صلح الحديبية عشان يتفاوض، وبعدين بص كده للصحابة المنظر ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوضى هيقتتلوا على الوضوء بتاعه، لما يتنخم نخامة ما تنزلش غير في كف واحد منهم، ده كل واحد مجهز ايده عشان النخامة بتاعت النبي ما تنزلش على الارض، لا يمكن، كل واحد مجهز ايده هنا هنا ما تنخم نخامة الا وقعت في كف احدهم فدلك بها ما اقبل من وجهه وجسده، وما امرهم بامر الا ابتدروا امره عليه الصلاة والسلام. المقصود قاعد يبص يبص وبعدين بدأ بقى في التفاوض، بس حب يستخدم الحرب النفسية، بيقول له يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ أول واحد كده يعني يهزم قومه ويغلبهم ويقتلهم، سمعت بحد عمل كده في قومه؟ قال له الاحتمال الثاني، وإن ظهروا عليك هم اللي غلبوك، قال له فإني أرى حولك أوباشا يوشك ان يفر ويدعوك، في اوباش منك، ده الاحتمال، بيقول ده الاحتمال اللي انا رجحه، ان لو حصل قتال مش انت اللي هتغلبهم، لا هم اللي هيغلبوك، اللي حوالين منك هيسيبوك ويجروا. فقال ابو بكر امصص بذر اللات، كلمه كده زعلته، كلمه جامده، امصص بذر اللات، جهاز التناسلي بتاع اللات بتاع الصاص، اللات اسمه انثى، انحن نفر وندع، احنا نسيبه ونفر ونهرب. كان ابو بكر لابس السلاح مش باين منه حاجه. فقال عروه بن مسعود من ذا؟ مين اللي بيقول لي الكلمه الجامده دي؟ قال ابو بكر، انا ابو بكر. قال لولا يد لك عندي لم اجزك بها لاجبتك، لولا ان في لك جميله عندي لسه ما رضيتهاش كنت جاوبتك على الكلمه دي، بس ليك عليا جميله وانا لسه ما رضيتهاش هسكت. ده قبل ما يخش في الاسلام كان فاهم الفهم ده، فاهم الفهم ده، احنا دخل الحمد لله احنا في الاسلام احنا اولى بالفهم ده. لو واحد له جميله عندك لسه ما جازتهوش بيها وقال لك كلمه تزعلك لازم تسكت، ولا نقول ايه؟ هو مفكر ان هو عشان عمل فيا جميله يعني هيستعبدني؟ الكلام الوحش بقى ده، هو فكر عشان عمل فيا مثلا خير قبل كده ان هيذلني؟ هيذلك، هيذلك، انت افهم كده، لان انت اسير الاحسان. اوعى تتخطى يعني راعي الادب، الاداب يعني. احنا دخلنا في موضوع تاني، موضوع كبير، بس هنرجع للموضوع. سيدنا ثابت يقول النبي ان الزبير بن باطره له عندي يد، له يد خير عمل فيا كذا كذا، وانا ارد له، عايز ارد له اجازيه اكافئه. فالنبي يقول له نعم جازي، النبي يعينه على كده، الاخلاق
قال هب لي دمه يا رسول الله. والناس يقول له وهبت لك دمه. اخلاق ملوش ده يهودي وكده كده محكوم عليه بالاعدام. لا خلاص ماشي. فرح له ثابت بن قيس يقول لي يا ابا عبد الرحمن ان هم من سكنتهم في المدينة تسموا بأسماء العرب وتكنوا بكون العرب. يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ تعرفني؟ فكرني بعد السنين دي؟ قال نعم. وهل يجهل مثلك مثلي اللي زيك ما يتجهلش؟ ها؟ قال فإن لك يد عندي أريد أن أجزك بها. قال إن الكريم يجزي الكريم. صدق في النص الأولاني إن الكريم، إنما تقول على نفسك كريم أنت بعيد. ماشي يعني هو عشان يقول كده ماشي. قال له إن الكريم يجزي الكريم. فقال له إن أنا كلمت الرسول وقد وهب لي دمك وقد وهبته لك. خلاص أنت ما مش مقر لا تقدر. يبقى دي باللي بتلك. قال شيخ عجوز بأرض الحجاز ماذا يصنع بالحياة ولا أهل له ولا ولد له ولا مال له؟ أعمل إيه ده أنا كبرت بالسن أنت يعني أنا حستسنى من القتل. ده ولادي اتاخدوا، اللي حيتقتل كان كبير واللي حيتأسر كان صغير وزوجتي وحريمي وقرايبي. أعمل إيه بالعاب الله؟ سيبني أنت كده وأعمل إيه؟ فرجع سيدنا ثابت للناس وقال يا رسول الله هب لي ماله وأهله وولده. بدرات إنه هو كان بيرجع إيه يطلب حاجة حاجة. المقصود إنه إيه جاب له كل حاجة. فخلاص هيرجع له أولاده تاني وزوجته. يعني كده بقى إيه حي مش عبده يعني كده هيجازي هيكافئ أكتر. ماشي. والنبي يقولوش لا لحد كده ايه دي بس. احنا حتى لو نبالغ في المجازاة والمكافأة لا بأس. وشوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يطمع في كرم الرسول كان ايه يلاقي الإجابة. النبي ما كان بخيل عليه الصلاة والسلام، إنما كان كريم وكان جواد. وإلا كان ممكن النبي يقول له لا يعني دي قد دي بس. ده هو جاي علشان يبالغ في الإكرام، يبالغ في المكافأة، يبالغ في المجازاة، والنبي يعطيه الفرصة عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهب لي مالك وولدك وأهلك. فقال له أنشدك بالله يا ثابت بالله عليك، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية لوش منور تتراءى فيه عذارى الحي اللي الناس كده كأنه حيشوفوا وشهم في وشه كده من النور؟ كعب بن أسد. قال كتب. قال ما فعل المجلسان بنو كعب بن قريظة وبنو عمرو بن قريظة؟ قال قتلوا. فعدس ما فعل فلان؟ قتل. ما فعل فلان؟ قتل. فيقول أرجع أنا إلى الحي الذي كانوا يعيشون فيه وأعيش هكذا؟ أنا هرجع للذكريات وأنا لوحدي كده، وهنا كان عايش فلان وهنا كان عايش فلان وهنا. والله ما أنا بصابر لله فتلة. أنشدك بالله يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة وراء الأحبة. فقدمه ثابت قال ما أنا بقاتلك، أنا ما أقدرش أقتلك، أنا بعد كل ده أرجع في الجميلة تاني؟ إيه رأيكم بقى في الكلمة دي؟ قال له بالله عليك تقتلني؟ قال له ما أقدرش أقتلك. اللي يعمل جميلة ما يرجعش فيها ولا شوف الأخلاق. قال له ما أقدرش أقتلك. قال لا أبالي من قتلني، مش مهم أنت تقتل. فدفعه ثابت بن قيس إلى الزبير بن العوام. يلا يكمل. ها؟ قال يا ثابت أعطي المال لأهلي وأولادي.
البس الحاجة اللي المال اللي جبته لي اديه الاهل وادي واطلق صراحة هم. ما برضو لا يقسم مع السبي. وفعلا ادى المال لاولاده وزوجته وتركهم، ثم دفع الى الزبير بن العوام فقتله، ونقل الخبر الى ابي بكر الصديق، قالوا له فلان قال كذا كذا كذا، فضحك قال نعم والله والله يلقاهم في نار جهنم، هيقابل الأحبة هناك في نار جهنم والعياذ بالله. وبعدين هو مفكر ان هيقابل الأحبة، لا، ده ربنا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين بس اللي هيبقوا برضو ايه أخلاء وأحباء، تستمر المحبة، إنما يوم القيامة هتبقى فيه عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شفت إزاي؟ الناس هتعادي بعض، أنت فلان أنت شفتني على المنكر، ما أمرتنيش ليه؟ ما نهيتنيش ليه على المنكر؟ أنت ما أمرتنيش ليه بالمعروف؟ أنت ما خدتش بإيدي ليه؟ أنت كذا. الناس هتعادي بعض، اللي كانوا بيقعدوا على القهوة مع بعض وحبايب، ده هيبقوا أعداء لبعض جدا يوم القيامة. أنت اللي وزتني، أنت اللي وسوست لي، أنت اللي شجعتني، أنت اللي جبتني، أنت اللي ليه ما سبتنيش؟ ليه ما أمرتنيش؟ ليه ما نهيتنيش؟ ليه ما دلتنيش؟ الأصدقاء اللي كانوا بيروحوا يتفسحوا مع بعض وبيخشوا السلم مع بعض ويروحوا الشاطئ مع بعض، اللي كانوا بيهزروا مع بعض ويحششوا مع بعض وينحرفوا مع بعض، كل الاصدقاء اللي في الدنيا اللي انتوا شايفينهم دول، كل الحب والزماله ده يتغير يوم القيامه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يا ده يوم القيامه ده يوم صعب جدا، كل حاجه تتغير الا المتقين. تفضل المحبة بينهم والخلة بينهم والصداقة فهو مفكر ان هو حيروح يلقى. إن شوف بقى الصحابة كانوا يقولوا ايه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، هو ده الحب اللي يستمر. الصحابي اللي كان يبقى حق 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 يعني مقبل على موت او على شهادة، يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، هو ده الحب اللي حيفضل يوم القيامة، لن يتحول إلى عداوة. فدي قصة الزبير ابن باطة لعنة الله على اليهود المتعاقبة إلى يوم القيامة. عطية القرظي ده كان غلام صغير كشف عليه فاتضح أنه لم ينبت. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معين أسلم الأنصاري رضي الله عنه وارضاه أن يكشف على السبي الغلمان، فكان أسلم يكشف عن فرج الصبي، فإن رآه أنبت يعني شعر حول الفرج قدمه للقتل، خلاص ده راجل يخش مع اللي هيقتله، وإن رآه لم ينبت استثناء ودفع به إلى السبي، ده حيتوزع في الغنائم، وهذا جائز للضرورة. إن عندنا دلوقتي عايزين نعرف الراجل البالغ أو الذي أنبت اللي يقدر يقاتل من يعني ممن هو أقل من هذا في السن، فاحتيج إلى هذا الكشف. فكان أسلم يكشف عن الغلام، إن رآه أنبت قدمه للقتل، وإن رآه لم ينبت يعني الشعر حول الفرج فدفعه إلى السبي. فعطية القراضي بالكشف عليه اتضح أنه لم ينبت فاستثني من القتل، فبقى في السبي والغنائم وتوزع هنا وهنا، ثم أعتق، ثم أصبح مؤذنا بعد ذلك في الإسلام. سبحان الله العظيم، مدبر الأمر القدر. فده عطية القرظي رضي الله عنه وارضاه كان مؤذنا. رفاعة ابن السموأل
رفاعة ده كان قد أنبت، طب ده يستحق القتل، فده روح مع الرجالة هتتقتل. فلما عرف أنه مقتول لاذ بخالة من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها كنيتها أم المنذر، اسمها سلمة، هي في الحقيقة مش خالة النبي، من 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 أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخوال الجد إخوال برضو، يعني يعني خالة والدك هي خالتك، وخالة جدك أو إن عالو هي خالتك برضو. فلاذ رفاعة بن السماوئل بأم المنذر سلمة رضي الله عنها، وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلت قبل تحويل القبلة زمان، ها، وصلت بعد تحويل القبلة. فقالت يا رسول الله إن رفاعة زعم أنه سيصلي وسيأكل لحم الجمل، اليهود ما يأكلوش لحم الجمل، يقولوا ده بتاع العرب، الجمل ده للعرب، ما يأكلوش لحم الجمل. فرفاعة عايز يقول لها ان انا يعني خلاص هبقى معاكم قلبا وقالبا، كل اللي بتعملوه اعمله. فقال لها انا اصلي وكمان هاكل الجمل، طباعي خلاص هبعد عن طباع اليهود وعادات اليهود وتقاليد اليهود خلاص. فقالت يا رسول الله ان رفاعة زعم انه سيصلي وسياكل لحم الجمل فهبه لي، فوهبه لها ووهبته لنفسي. وبعدين خلاص يعني كمان يعني قالت له دمك لك، فأصبح حرا فأسلم رفاعة بن السماوئل واستمر على إسلامه رضي الله عنه. نباتة دي امرأة هي الوحيدة التي قتلت من النساء، الوحيدة التي قتلت، لها قصة عجيبة جدا وعجيبة وغريبة. اللي حصل ان هي كانت متزوجة رجل من بني قريظة، وكانت تحب زوجها ويحبها زوجها، يحبوا بعض الاثنين. فلما الحصار اتضرب عليهم وفي رعب وفزع، بكت الى زوجها قالت انه الفراق، يبدو ان احنا هتفرق، انت هتقتل وانا فقال هو كذلك. فعلا المنظر كده والاحوال تدل ان ده هيحصل. فهو لجأ لخدعة، لحيلة، استغل جهل زوجته. ازاي؟ قال لها ان محمدا لا يقتل النساء، محمد لا يقتل النساء. طيب، وقال لها نحن لم نقتل بعد واحدا من أصحاب محمد، وإحنا ما لسه ما قتلناش أي حد، فأنت اقتلي واحد قبل ما الموضوع بقى أنت هتتأسري وأنا ربما أقتل، فقبل الموضوع ده اقتلي واحد يبقى عملنا إنجاز، وكمان بطمنك أن محمدا لا يقتل النساء. هو عارف المعلومة صح، بس ايه، الناس نهى عن قتل النساء التي لا يقاتلن. فعلا الناس كان اذا بعث اميرا في سرية يقول لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا، لا تحرق زرعا ولا تهدم بيع، يعني اداب الحرب من الاسلام. فلان محمد لا يقتل النساء، صحيح، بس المرأة غير المقاتلة، طب اللي بتقاتل تقتل. فهو ادها المعلومة ناقصة شوية وأشار إليها، فأخذت صخرة كبيرة ودلتها من الحصن، وكان الصحابة مدين أمان شوية إن ما عادش في قتال انتهى، فكانوا أحيانا يستظلون في جدار الحصن، فقاعدين عدد من الصحابة يستريحون ويستظلون، فدلت هذه الصخرة رحى كبيرة جدا، فوقعت على رأس خلاد ابن سويد رضي الله عنه، فشدخته كسرت رأسه ومات.
من هذا الجرح دي لما توزعوا السبي، النساء توزعوا كده لسه في البيت، ولسه نتكلم عن السبي يتوزع ازاي وفي بعض المعلومات عن السبي. كانت نباتة دخلت على أمنا عائشة وقالت لها حصل كذا وكذا وكذا، يعني فلان قتل وفلان بيقتل وأنا سأقتل. قلت لها وأنا هأقتل. لماذا؟ قالت قتلت خلاد، قتلت رجلا خلاد بن سويد. وكانت تضحك ظهرا لبطن، عمالها تضحك وتتحرك من كتر الضحك، حتى سمعت، هو قبل ما تحكي لأمنا عائشة سمعت صوتا يقول يا نباتة. واحد من الصحابة معدي بينادي على نباتة، ما النساء متوزعين، اللي في دار رملة ماشي، اللي دخلت هنا، فهم مطلوب نباتة، مش معروف هي فين بالضبط، بس لما يزيع يا نباتة مطلوب نباتة هذه، فاللي عنده نباتة هيطلعها، معروف دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، إحصاء إحصاء يا نباتة. قالت أنا ذا أنا ذا. قالت عائشة وما ذاك؟ ليه بينادوا عليك أنت؟ قالت أقتل. لماذا؟ قالت بحدث أحدثت. ما هو الحدث؟ لا حصل كذا كذا، زوجي قتلني، زوجي اللي قتلني، زوجي اللي قال لي عملي كذا 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 كذا. وهو ليه خلاها تعمل كذا؟ لأنه هو خفى، كان بيحبها؟ آه مش عايزها تقع في الأسر، ان واحد ياخدها وتعيش بقى تبقى مملوكه وعبده وتشتغل في الخدمه، ففكر ان هي انه يقتلها بس بطريقه ايه غير مباشره، ان هي تقتل واحد فتقتل، تقتل واحد فتقتل. وبعدين الاول قال لها ان محمد لا يقتل النساء، فعملت كده، وعرفت بعد كده ان المراه تقتل اذا كانت ايه مقاتله. لا كانت عن طيب نفس، المقصود ان هم نادوا عليها وقتلت بخلاد رضي الله عنه. الحكم في التوراة زي في القرآن، بس احنا في القرآن عندنا تفاصيل زيادة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والروح قصاص. احنا عندنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالأنثى لما تقتل الرجل تقتل به، بس الرجل لما يقتل الأنثى فيها قولين للعلماء مذهبين، هل يقتل الرجل بالأنثى أم لا؟ أنا مش هخش في الموضوع ده بالتفاصيل، وما قلت لكمش إيه القول في المسألة دي، والناس بيشغبوا على العلماء اللي قالوا ان الرجل لا يقتل بالانثى، ويقولوا اعداء المراه والتمييز ضد المراه والمراه الان تساوي الرجل، وتهكمات بقى تانية عايزين يساوي المراه بالرجل في الشهاده، ان في حاجات في مسائل شهاده المراه زي شهاده الرجل، وفي مسائل شهاده المراه على النصف مش شهاده الرجل، مش في كل الاحوال بتتساوي. كذلك المواريث، احيانا المراه تبقى نص الرجل، واحيانا بيبقى نصيبها في الميراث احيانا اكتر من الرجل، فهم ياخدوا حاجه ويشغبوا بيها ويشغبوا عليها. المقصود يعني ان قتلت نباته بخلاد بن سويد رضي الله عنه. الغنائم خلاص بقى في ثياب، الثياب والاثاث بيعة لمن أراد، اللي عايز يشتري كان الثياب معروضة والأثاث معروض، اللي هيشتري وهذه الأموال سوف تقسم على المسلمين بالنسبة المعروفة. الغنائم يا جماعة بتتقسم خمس تخماس، الخمس يبقى في سبيل الله، إنه سم يضعه في سبيل الله، يشتري منه سلاح وخيول، يعطي للفقراء والمساكين، يعطي لابن السبيل، للي عليه ديون، لليتامى، ففي خمس بيعزل نسم ينفقه، وينفق منه على نفسه وعلى أهله عليه الصلاة والسلام. الأربع تخماس على الجيش،
فكان النبي بيقسم يعني قسم النخل بتاعهم خمس تخماس، والنبي كان لا يختار الخمس انما يعمى، تعمى الاخماس خمس كذا خمس كذا، وبعدين حد يختار، والسهم الذي يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله، انما كانش يختار عليه الصلاة والسلام. برضو الغنائم كلها كده الا اختيارات قليلة جدا بعيدة عن الخمس. المقصود الثياب والاثاث بيع، وتفضل النساء والاطفال. النساء والاطفال عددهم كان 1000، هيتخمسوا برضو زي النخلة ما يتخمس، فالسبي ده هيتخمس. 1000 الخمس بتاعهم كام؟ 200. دول هيطلعوا مش هيتوزعوا على الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم هينفق منهم بقى في سبيل الله، يبيعهم ويشتري سلاح ومال، ويأخذ لنفسه أو لأهل بيته، أو يعطي من رأى أنه يحتاج من الخمس ده. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 من النساء خرجنا، راحوا شهدوا الحصار، فالنبي أعطاهم من هذا الخمس. اللي تاخد امرأة تبقى عبد عندها، ملك له، اللي تاخد غلام صغير. طب والحاجات الخمس اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيتصرف فيه، اصطفى لنفسه ريحانة، اصطفى لنفسه ريحانة، وأعطى بعض الصحابة اللي ما كانوش بقى في الجيش، في مش في 3000 في المدينة جوه، النبي ادى للبعض اللي محتاج، واصطفى لنفسه ريحانة، وتفضل عدد دول 200. فالعدد ده النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، اللي يحب يشتري من الصحابة من الموجودين دول النساء أو أولاد يشتري، اللي مثلا اشترى واحدة، اللي اشترى 2، اشترى 10، اشترى 20، اشترى 50، بس مين اللي عنده امكانيات يشتري 50 مثلا او 30، او برضو الثمن عالي. فالصحابة بعض الصحابة اشتروا، زي مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، الاثنين كونوا مع بعض شركة راس مال، وحنشتري من السبي، فاشتروا مجموعة من النساء، في منهم عجائز وفي منهم شابات، شركة ده مشروع يعني استثمار، هقول لك كمان شوية هلا خلاص. والباقي النبي خد منه وادى منه، ولسه تفضل أعداد. فالنبي أمر إن الجزء من اليهوديات دول يتباعوا في الشام، حد يسافر بيهم يبيعهم في الشام ويشتري خيل وسلاح، وجزء يتباعوا في نجد للمشركين، وبرضه ايه الثمن يتجاب بيه سلاح وخيول. وهنا النبي نهى عن حاجتين او امر بامرين. المرأة لا تعزل عن اولادها، يعني اللي لها اولاد ما ينفعش تتباع، واولادها هي الحد واولادها الحد، هذا حرام، هذا ممنوع، هذا من رحمة الاسلام بالسبي بالاسرة، ان المرأة تبقى ملهوفة، تبقى ملهوفة مع انها اسيرة، ده هتبقى عبدة ومملوكة بس لها اولاد، فلا تباع الا باولادها، لا يفرق بين المرأة وبين اولادها، ده من الرحمة، ده من الرحمة. كمان الطفل الصغير اللي ملوش ام لا يباع لليهود ولا يباع للمشركين، يباع فقط للمسلمين. شفت رعاية النبي بالطفل اليهودي الصغير، يعمل لمصلحته، لو اتباع للمشرك او اتباع لليهودي ربما يتضرر اكثر، لو راح عند المسلم ده فيه رحمة، في حقوق، في شرع، في احكام يستفيد بيها ويتمتع بيها عند المسلم. شوف يعني اللي ما يعرفش الإسلام ده محروم، اللي ما يعرفش الإسلام محروم، اللي ما يعرفش النبي ده محروم، ده ما يعرفش الرحمة المهداة والنعمة المسداة، اللي ما يعرفش الإسلام، اللي ما دخلش بالإسلام ده محروم والله،
ده الإسلام كله رحمة والإسلام كله خير وكله منفعة لكل الخلق. للمسلم رحمة وللكافر رحمة، حتى لليهودي الإسلام رحمة عليه برضو. شوف الأحكام. وإلى لقاء آخر نكمل ما يتعلق بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. نسأل الله أن ينصر المسلمين في فلسطين وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على اليهود الغاصبين. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان ويثبت المسلمين في كل مكان وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.